وصفت بأروع العجائب الهندسية، وتعتبر أغلى بناء أنشأه البشر على الإطلاق، بكلفة قدرت بأكثر من 150 مليار دولار. إنها محطة الفضاء الدولية، أكبر وأهم الإنجازات البشرية. أنشئت المحطة الدولية عام 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة أمريكا وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان وعدد من دول أوروبية. تدور على ارتفاع 390 كيلومتراً تقريباً عن سطح كوكب الأرض، وبسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. لذا فالمحطة تكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة، وتكمل حوالي 16 دورة حول الأرض يومياً. وبالتالي الشمس تشرق على روادها وتغرب 16 مرة خلال اليوم الواحد، وأصبحت مأهولة برواد الفضاء منذ أن دخلها أول طاقم في نوفمبر تشرين الثاني عام 2000. المحطة تعتبر مختبراً للأبحاث والتجارب لتحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي تجرى خارج كوكبنا. وقد أطلقت لتأخذ محل المحطة الفضائية الروسية مير ومهامها، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.